بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر ابن مسعود أن أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وذكر ذلك أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، بين ضعف الأحاديث الواردة في أنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله، هي أحاديث ضعيفة غاية أمرها أن تكون موقوفة كما قال ابن كثير. وقد قال أولا أن الأقوال كلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. قال وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس قال الأعراف السور الذي بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدا لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة. هذا اللفظ بدا لله يعني أراد الله عز وجل، إذا أراد الله أن يعافيهم، وليس أنه أمر يظهر بعد خفاء أو أن علمه سبحانه وتعالى يتغير، إنما إرادته حيث شاء متى شاء سبحانه وتعالى تابعة لعلمه عز وجل. وهذا الحديث ضعيف الإسناد،
قال حتى إذا بدأ لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتي بهم الرحمن تبارك وتعالى، أتي بهم إليه فقط. بدأ من البدو. ما هي البداءة دي اللي بيقولوا عليها الشيعة وبيحتجوا بهذا، وده إسناد ضعيف. لكن هو في رواية في البخاري في حديث الأقرع والأبرص والأعمى بدأ لله أن يمتحنهم أن يبتليهم، لكن الرواية الأخرى في الصحيح أراد، فهي رواية مروية بالمعنى. وكما ذكرنا عقيدة البداءة التي عند الشيعة ليست تدل عليها هذه الألفاظ التي في بعضها نكارة وبعضها روية بالمعنى، أما الشيعة فعندهم أن الله عز وجل يبدو له أمر بعد أن كان يبدو له غيره، هذا لا يلوز عند أهل السنة قطعا، لكن إرادته بعلمه سبحانه وتعالى، وعلمه أزلي لا يتغير قطعا، كان الله بكل شيء عليما. نعود إلى الحديث، قال فألقوا فيه في نهر الحياة حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتي بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال تمنوا ما شئتم فيتمنون، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا، فأدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة. ورواه ابن أبي حاتم ورواه سفيان عن عبد الله عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن حارث من قوله وليس من قول ابن عباس، وهذا أصح والله أعلم. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وغيره. وقال سنيد بسنده عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة، فأنتم وتقائي فرعوا من الجنة حيث شئتم. قال وهذا مرسل حسن، مع أن سنيد هذا مع كونه إماما ومن أصحاب سنيد رواه ابن جرير عنه إن أنه ضعيف مع إمامته. وقيل هم أولاد الزنا حكاه القرطبي، هذا يعني لا أثر ولا معنى، لا أثر يدل عليه ولا معنى من جهة المعنى، لماذا أولاد الزنا ابن الزنا إن كان مثل أبويه وإن كان يعني داعيا نشأة يعني إذا كان سلوكه مثل والديه أو يعني أسوأ فإن جزاؤه على حسب عمله يجزى بعمله، وأما كونه إذا كان رجلا صالحا فلا عبرة بكونه ابن زنا، وإنما يحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة لا على أعمال الآباء والأمهات. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى وهو منكر الحديث كما قال الدارقطني، وقال العقيلي وابن حبان واهن، وقال الحاكم أحاديثه موضوعة
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب، فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم فقال على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسألناه وما الأعراف؟ قال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار. هذا أنهم من أهل من الجن، أنهم مؤمن الجن، وليس هذا بصحيح. فإن الله عز وجل في سورة الرحمن امتن على الإنس والجن بالجنة، فقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن فمن نعم الله على مؤمن الجن أنهم يدخلون الجنة أيضا. ولذلك كان الصحيح بل الصواب أن مؤمن الجن لهم ثواب وعليهم عقاب مثل مؤمني أن الجن لهم ثواب وعليهم عقاب مثل الإنس، وأن مؤمنيهم في الجنة كما أن مؤمن الإنس في الجنة. وعموم الأدلة ولمن خاف مقام ربه جنتان، فكل من خاف مقام ربه يعني يكون له جنتان. وفي كل الآيات امتن الله على الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول وقال سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء وعلماء. الظاهر أن هذا اختصار من الروايات السابقة. التي فيها ذكر استواء الحسنات والسيئات، هذه حسناتهم ولكن سيئاتهم منعتهم من دخول الجنة. وروى ابن جرير عن أبي مجلز في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قال هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. قال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا في النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في النار تفسيرا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قال فهذا حين يدخل أهل الجنة الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين، وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق. وقول الجمهور مقدم لدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. قال ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسماهم يعني بعلاماتهم، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده، ولا أنه متفق على تأويلها، ولا إجماع من الأمة على أنه ملائكة. يبقى لا خبر ولا متفق عليه ولا إجماع أنه ملائكة. فإن كان ذلك كذلك وكان ذلك لا يدرك قياسها، يعني يعرف أنهم ملائكة لابد من دليل، ما لوش قياس هنعرف أنهم ملائكة. وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم ودون سائر الخلق غيرهم، ده الظاهر اللغة العربية. يبقى أنا أخالف الظاهر ليه؟ إذا ما كانش في دليل يخالف الظاهر يبقى يجب أن يكون هؤلاء من البشر. يقول كان بينا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى له، وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره، هذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الأخبار، وإن كان في أسانيدها ما فيها، يعني بيخطأ هذا القول لأنه مخالف لأقوال الصحابة التي تدور كما قال ابن كثير على أقوال متقاربة في أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم. زيادات منقول على ابن جرير ليس من كلام ابن كثير. يقول: وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضا، لما معنى أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، كانوا علماء فقهاء صالحون، فهؤلاء إيه؟ قد هم من أهل الجنة، وأصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة، إذن قد دخل أهل الجنة الجنة، سلام عليكم لم يدخلها وهم يطمعون. فلو كانوا صرحاء وفقهاء وعلماء صالحون علماء فقهاء لكانوا من أهل الجنة ابتداء. كما ذكرت ربما اختصر بعض الرواة تكملة قول مجاهد الله أعلم. يقول: وقد حكى القرطبي وغيره فيهم 12 قولا، منها أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا في من فرع الآخرة، يبقى تفزعوا من فزع الآخرة، ودخلوا يطلعون على أخبار الناس، وقيل هم أنبياء وقيل هم ملائكة. الأقوال بقى التي لا سند لها وهي خلاف الظاهر من السياق. في بعض النسخ: وحلوا يطلعون على أخبار الناس، حلوا على الأعراف يطلعون، يعني وقفوا يشوفوا ما حال هؤلاء وحال هؤلاء. ولعلها حلوا دي أضبط من دخلوا، وقفوا حلوا في هذا المكان، يعني وقفوا في هذا المكان يطلعون على حال أهل الجنة وعلى حال أهل النار، أو خبر أهل الجنة وخبر أهل النار. الصحيح من القول في ذلك قول الجمهور والله أعلم. يتفزعوا من فزع الآخرة، يعني بسبب فزع الآخرة. هذا أصح الأقوال. نعم، مساواة الحسنات والسيئات، أنهم أصحاب الأعراف. وليس معنى كلام ابن جرير أنهم رجال فقط، القرآن ذكر الرجال وليس ينفي ذلك وجود النساء. إذا كانت المرأة مستوية حسناتها وسيئاتها فهي مثل الرجال في ذلك. لا، ده اللي هم مآلهم إلى الجنة، يعني كما سأتي، بس لن يعذبوا. أصل في المشيئة يمكن أن يعذب، لكن هؤلاء لن يعذبوا، لم يكونوا مع القوم الظالمين. من في المشيئة يستحقون دخول النار، ومنهم من يدخل النار. يعني يقول شيخ ابتداء من يدخل الجنة، أهل الأعراف جميعهم مآلهم إلى الجنة، لأنه إذا كان أهل النار من أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة فأصحاب الأعراف أولى بذلك، قياس الأولى. وأيضا سيأتي أنه قول أن قوله عز وجل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أن ذلك أشمل أصحاب الأعراف. لا يقفون موقف إيه؟ لا، أنت عايز تقول بقى من تساوت حسناته وسيئاته يمكن أن يدخل الجنة ابتداء، وليس أن أصحاب الأعراف لا يقفون هذا الموقف. طالما سموا أصحاب الأعراف يبقى قد وقفوا هذا الموقف، يعني وربنا سماهم أصحاب الأعراف، إذن هم
لو كانوا قد دخلوا الجنة أول أهل لصاروا من أهل الجنة. يبقى دول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وأوقفوا بين الجنة والنار. فقالون من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، يمكن أن لا يقف ابتداء، يمكن ذلك، لأنه إذا كان يمكن أن ينجو من كانت سيئاته أكثر من حسناته ابتداء برحمة الله عز وجل، فبالأولى أن من استوت حسناته وسيئاته أولى بهذا الحال. لكن من وقفوا بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة. يقول وقوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، قال علي بن أبي طلحة بن عباس قال يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه، كذا روى الضحاك عنهم. وقال العفير بن عباس أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين، وهم مع ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام، لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله. من ضمن الأدلة أن أهل النار يأسوا من رحمة الله، أولئك يأسوا من رحمته، هؤلاء لم يأسوا من رحمة الله، إذن لن يكونوا من أهل النار، لأن الله قال وهم يطمعون، ما يطمعون إلا لأن الله عز وجل يعني جعل فيهم هذا الرجاء وهذا الطمع لكي يعطوا ذلك، وهذا من حسن الظن بالله. وكذا قال يقول وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله، وكذا قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. لم أول ما تسأل يحفظها كويس، لم يدخلوها وهم يطمعون. وقال معمر عن الحسن أوقفوا الأسئلة لعايز السؤال يكتبه. وقال معمر عن الحسن أنه تلا هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون، قال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وقوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال السدي إذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال عكرمة تحرض وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم. في بعض النسخ تحدد المثبت تحرد من ابن جرير وابن أبي حاتم، زي تتجه أو ما تميل من لسان عرب. وعن عبد الرحمن بن زيد أسلم في قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فرأوا وجوههم مسودة وعيونهم مزرقة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم. يقول الله تعالى مخبرا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسماهم،
الحرد الجد والقصد، يحرد حردا قصدا أو قصد، وغدوا على حرد قادر، والحرد المنع. يبقى تتجه تقصد. وتحول كما كان يقول، يقال قد حرد يحرد حرودا إذا ترك قومه وتحول عنهم. قال في الصحاح: حرد يحرد حرودا أي تنحى وتحول عن قومه ونزل منفردا لم يخرطهم. التحول الأولى يستلزم الدخول فلا معنى ووجهه فقط. في صفحة تانية كمان كاملة. قال: ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال علي بن أبي طلحة بن عباس: يعني أصحاب الأعراف. ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عن ابن عباس في قوله: قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، قال الله لأهل التكبر والأموال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم، فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة، وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف، يعرفون الناس بسيماهم، فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة، فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربنا. فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما عملت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم. عندكم علمتوا هو الصحيح الظاهر انها ما علمت كنهه، يا ما علمت كنها هذه الشفاعه، يكون هذا الموقف ما علمت كنهه يعني حقيقته. ما علمت حقيقه هذا التفضيل او ما كنت لم اقل هذا كنهه، هي دي اللي خلينا نقول علمته. الروايه انت عندكم علمته. نعم. قال: ما استطيع ان اشفع لكم، ولكن ائتوا ابني ابراهيم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه في النار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه، يعني مكتوب ما عملت برضه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائت ابني موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم،
ولكن اتوا عيسى فيأتونه عليه السلام فيقولون له اشفع لنا عند ربك فيقول هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب غيري فيقولون لا فيقول هل تعلمون من أحد كان يمرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري قال لا قال فيقولون لا فيقول أنا حجيج نفسي ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول أنا لها ثم أمشي حتى أخف بين يدي العرش فأثني على ربي عز وجل فيفتح علي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط ثم أسجد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي فيقول هم لك فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيدخل بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان وحافته قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض علامة بيض يعرفون بها يقال لهم مساكين أهل الجنة في إسناده انقطاع قل قولي هذا واستغفر الله لكم.